للمزيد حول هذا الموضوع معي مباشرة من عمان المهندس سليمان أبو لحية، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة مصانع الكابلات المتحدة. أهلا وسهلا بك معنا مهندس سليمان. قبل ما نتحدث عن أسعار السلع، لأنه هي مرتبطة بجزء كبير بعملكم، بس قبل ذلك خلنا نعرف المشاهدين على عمل الشركة، شركة المتحدة للكابلات، ومن ثم نتحدث عن أسعار السلع. أهلا وسهلا بكم، أشكركم بداية على الاستضافة. شركة مصانع الكابلات المتحدة هي الشركة الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية لإنتاج الأسلاك والكابلات للجهد المنخفض وكابلات الضغط العالي وكابلات التحكم والكابلات المقاومة للحريق وكابلات الطاقة الشمسية. وقد أنشئت هذه الشركة عام 2007 كشركة مساهمة عامة من عدد من المساهمين، كان أبرزهم مجموعة الفوزان القابضة في المملكة العربية السعودية ومجموعة محمد أبو غزالة العالمية. وبدأت الشركة الحمد لله إنتاجها عام 2010، أي قبل ما يزيد على 11 عاما، وتغذي السوق الأردنية باحتياجاتها من هذه المنتجات، إضافة إلى تصدير منتجاتها إلى خارج المملكة. طيب خلنا رح نرجع نتحدث عن الشركة، بس اليوم الحديث الساعة بالفعل هو التضخم. اليوم كل البنوك المركزية تراقب أرقام التضخم عن كثب، لأنه في وجهة نظر أنه قد تكون مرحلية بسبب الإغلاق اللي حدث العام الماضي، وبالتالي في شكل السيستم أدى إلى ارتفاع الأسعار التي نراها اليوم. أنا بدي أسمع وجهة نظرك، لأنه أكيد باليوم بصناعة الكابلات أنتم مستوردون لعدد من المعادن، وعلى رأسها ربما النحاس اللي عم نقول هو عند أعلى مستوياته بعشر سنوات. شو شايفين حضرتكم بالنسبة لأسعار السلع؟ إلى أي مدى في صحيح ارتفاع بالأسعار، وكم هي الارتفاعات بالأسعار؟ نعم نادين، نحن لم نعتد الحقيقة في السنوات الماضية على هذا المستوى من أسعار المعادن، خصوصا مادتي النحاس بالدرجة الأولى، ومن ثم مادة الألمنيوم والتي تستخدم بشكل طبعا رئيسي وكبير في منتجاتنا من الأسلاك والكابلات الكهربائية. ارتفعت أسعار النحاس إذا ما قارناها ب معدل العام الماضي هذه السنة بمقدار تقريبا 70%. كذلك كان هناك ارتفاع أيضا في أسعار مادة الألومنيوم. هذا الارتفاع طبعا لابد أن ينعكس على أسعار السلع التي ننتجها، لأن مادة النحاس والألومنيوم تشكل النسبة الأكبر من قيمة هذه المنتجات. هذا الأمر يؤثر علينا في موضوع البيع، إذ أن الأسواق لا تتقبل عادة وبشكل سريع ارتفاع المواد الأولية، ما بيتمرر بشكل كامل للمستهلك النهائي. بالضبط، يعني هذه هي المعاناة التي نواجهها كمصنعين. نعم. لأن هناك كميات موجودة في الأسواق، إضافة إلى المخزون الموجود لدى بعض المصانع والتي لا تتعامل بشكل سريع مع هذا الارتفاع. بالعودة إلى ارتفاعات أسعار السلع، أنتم شو بتشوفوا أسبابها، وإلى أي مدى تعتقدون أنها مستمرة، أو بتتوقعوا أنه لا هي مرحلية؟ بعد يعني خلينا نقول بعد هي جائحة كورونا لم تنتهي بعد، لكن آثارها قد خفت بعد اكتشاف المطعوم يعني وانتشاره في العالم. عادت الأمور أو العجلة الاقتصادية إلى الحركة. نلاحظ أن القطاع الصناعي هو الأسرع حركة إذا ما قورنا بقطاع الخدمات، خصوصا في الصين وهي المستهلك الأكبر للمعادن في العالم، فهذا يعني أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المعادن. إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار الشحن عالميا، كما نرى هناك ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن بسبب تكدس البضائع في الموانئ الرئيسية العالمية، وبسبب ارتفاع أسعار النفط. إضافة إلى ذلك هناك توقعات كبيرة أن الاحتياج لهذه المواد يعني سوف يتزايد بسبب الاستثمار في البنية التحتية عالميا، وخصوصا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. أضيف أيضا نقطة رابعة سريعة، الطاقة البديلة أو الطاقة الخضراء، هناك إقبال عالمي كبير عليها، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى السيارات الكهربائية، وهذا سيشكل أيضا أن يكون هناك طلب متزايد ومتنامي على مادة النحاس
المواد الموصلة للكهرباء. مهندس أبو لحية، اليوم خلنا نتحدث أيضا عن نطاق عملكم، لأن هذا بيعكس أيضا الطلب بقطاع البناء والتشييد وبقطاعات البنى التحتية. فاليوم كيف شايفين الطلب على منتجاتكم؟ أنا فهمت منك أنه بتلبوا السوق المحلية، ولكن أيضا عندكم أسواق تصديرية. هل لك أن تعطينا فكرة عن الطلب حاليا مقارنة مع الفترات السابقة، لأنه عم نتعافى من جائحة كورونا، وكيف يؤثر على قوائمكم المالية كذلك؟ نعم، الطلب طبعا إذا ما نظرنا إلى العام السابق، العام السابق كانت الجائحة في أوجها وأثر ذلك سلبا على موضوع الطلب والمبيعات، ولكن بحمد الله تمكنت الشركة من الخروج بشكل إيجابي، حققت يعني أرباحا في عام 2020. في عام 2021 هناك تعافي الحمد لله في الأسواق، ونلمس نمو في الطلب على منتجاتنا، بطيء محدود، لكن متفائلين بأن هذا الطلب سيتزايد. وانعكس ذلك إيجابا أيضا علينا في النصف الأول من عام 2021، إذ حققت الشركة أيضا نتائج إيجابية وأرباحا بحمد الله، إذا ما قلنا من النصف الأول من عام 2020 الذي كان فيه بعض الخسائر. شكرا جزيلا على هذه المقابلة سيد سليمان أبو لحية، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة مصانع الكابلات المتحدة. أهلا وسهلا بك.